السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد النهار غادي نشوف واحد الفيديو كنديرو نحلو الفيسبوك. تمشي بيد الاول جوجل كروم، تفتح جوجل كروم بهذا الشكل، وهنا نكتب فيسبوك بهذا الشكل، وهنا نضغط على بيانفوني سور فيسبوك كونكتيفو انفيت انكريفيفو انسكريفيفو. نعم، وهنا هذا فيسبوك ديالي تسجيل الخروج. نعم، وهنا لا كونيكسيون ثقيلة، لا ليست واي فاي، وأيضا اتصالات الضغط كثير كوما الواي فاي. نعم، وهنا اسم الأول محمد، اسم العائلي دحماني، والبريد الإلكتروني مثلا سيف توتال @hotmail.com. نعم، وهنا إعادة إدخال البريد الإلكتروني وبكل بساطة سوف كوبي. نعم، بهذا الشكل. وهنا كلمة السر بهذا الشكل، سأغير كلمة السر لأن هنا ذكر او انثى. هنا اليوم الشهر، انا لا فائدة من الشهر. وهنا فتح حساب في الفيسبوك، نعم سنفتح فيسبوك. نعم، هذا ادخال بريد إلكتروني جديد هنا بهذا الشكل، فيسبوك فيسبوك فيسبوك، وهكذا تكون لك تحديد بريد إلكتروني، لكنه ليس الآن بهذه البساطة. هنا سندير تسجيل الخروج، وهكذا قد تكوننا فهمتم هذا الفيديو. سنغلقه إلى المرة الأخرى إن شاء الله. نعم.